قاري الحيلة وما نديرهاش فوق تخمامك إلا تشوفها رجلة من الطرف ما تسقسي علاش أنا يرخص في كل وجهة مقاري في كل دورة كل ليلة كوبلي جديد نحكي على القدم اللي راح ومحلى كيف وجيل اليوم مهلوكة تضاريس فريقو فيدو غنى الراس دولة تلعب بيك حابة تفضلك فرازي مهما قاري معاهم راس من خدام ماكش خالص خبزة ماكش مالص مقفولة بطلامس يونا مار من الطعمار ولا روتين والشوفات تعبي الراس طير ويبقى الكور مش شافير حبيتو اسكات انا حبيتها كي جبران خليل والالهام لي من نجي بدكم باري خليك ورايا المشاكل بس صوتي يوصل ليك كل ما نقول نحب سراب ربروني في نص الليل انا مليت انا مليت انا ماني مجور لي اصلاحي بيع النيف الله لي يوصلني صحيبي ماكش فار انا يلي ماشي في الفورما نسنا في الدنيا الدور نماركيها من كورنر علاش قاك يزور ما يجيك واحد ويستفكار تاج معيش تلوغو لاير ماكس ماشي مولتاج كاين كوردو كاين حركة في بابور كاين دروغو من نوع عدادة في الكارتي وشي دو كاين بصغر شنقرة كاين بوطي جي ويرا كاين لمي ما بيعش روح الباقي كلها عمية ماشي تشو السلام عليكم انا ايمات سليمان يوسف السلام عليكم مشاهدينا في كل مكان مرحبا بكم الى موعدنا هذا الموعد الذي نلتقي فيه مشاهدينا في كل مكان لنتحدث معكم ولتتحدثون معنا في موعدكم هذا المتعلق بالحصه حصتكم التي تتصلون بنا من خلالها لنطرح الكثير من المواضيع ونتحدث الكثير من الانشغالات التي تناولتها المغاربية خلال الأسبوع. اليوم مشاهدينا وكما تعرفون كنا خلال هذا الأسبوع والأحداث اللي وقعت في بليدة وفي نعامة وفي مواقع وأماكن أخرى في الجزائر كنا تكلمنا عليها وطرحناها وكانت محل نقاش مع بعضنا على مستوى حصصنا. عنف كبير عرفته الساحة في الجزائر، عراك واقتتال وعصابات الأحياء، وكان حتى يعني دولة أو السلطة كما تحبوا تقولوا حاولت الحد من هذه العصابات اللي تكونت في الشوارع وتبيع المخدرات وتتشاجر وتدير المعارك وفيها قتلى وفيها جرحى وفيها تدخل للشرطة وفيها تدخل. ولكن الحقيقة الكثير منكم ومن الجزائريين واللي تبعوا يقولك بلي ماشي هذه هي الحلول، وما هوش مثلا كي تزيد قوانين ردعية كبيرة في قانون العقوبات وتسميها متابعة عصابات الأحياء وتشدد الأحكام بالسجن معناها راهي فرات خلاص، درنا القانون غلقنا قانون العقوبات حطيناها على جهة اللي يتحرك ندخله للحبس، ولكن في النهاية الشيء هذا راه غير يزيد راه غير يطلع. مواضيع سياسية أخرى قاعدة تتبع فيها السلطة وقاعدة تشوف إذا كان هذيك تنطبق مع هذه ولا لا، مقترحات تتعلق ب مع بقانون الشمل اللي ماهوش الجزائري ماهوش فاهمه،
قانون اذا كان راه قانون شامل واحد اخر ولا ملحق لقانون المصالحه نتاع بوتفليقه. انتو اكيد اللي تفرجوا الان يقول لك والمشاهدين تاعنا يقول لك واش دخل هذا في هذا، واش دخل العنف وحوادث المرور والاقتتال في هذه المساله. المساله انه والاجابه انه ما يجرى في الطريق راهو قاعد يتحل بالطريقه الخاطئه، نفس الطريقه اللي تحاول تتفرض لحل مشاكل سياسيه ومشاكل اقتصاديه كبرى. الجزائريين يكرروا في واحد المثل مهم جدا، يقول لك باللي الماكله، نقول لهم الماكله مالحه يبدلونا المغارف. هذا هو ما اردت ان اقوله، هو ما اردنا ان نناقشه اليوم. ما هو هذا العنف؟ لماذا هذا العنف؟ وعلاش انتشار هذا العنف؟ هل انتشار المخدرات؟ لماذا تعجز الحلول الأمنية اللي راهي موضوعة؟ ولماذا تعجز الحلول أيضا السياسية المقترحة؟ لأنها أصلا وفعلا ما كانش حلول سياسية حتى للمشكل اللي كنا تكلمنا عليه اللي اعتبروه مشكل سياسي وقالك هذا موضوع لم الشمل بلاك يحل هذا المشكل السياسي، ما عطاش نتائج كما قانون العقوبات اللي تابع في هذا يعني. إذن موضوعنا اليوم هو هذا الكارثة نتاع العنف، الكارثة نتاع حوادث المرور، الدخول الاجتماعي هذا اللي بان صعب جدا مع ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية، انخفاض القدرة الشرائية للمواطن. مسائل مهمة جدا تتطرح في بداية هذا الدخول المدرسي، كلها نناقشها في اتصالاتكم الهاتفية اللي نستنوها. وفي البداية خلونا مشاهدينا قبل ما نبدا نستقبل المكالمات نتاعكم نشوفوا واش راهو صاري فعلا في بليده، مش واش صاري فعلا يعني. انتم تتاكد باللي راكم تعرفوا، الجزائريين كلها في الخارج ولا في الداخل يعرف، ولكن رايحين نشوفوا نموذج برك لانه ما يمكنش حصر واش راهو يصرى في كل ولايات الوطن وليس حصرا في بليده، وانما رايحين نشوفوا هذا الفيديو حتى نشوفوا فعلا واش راهو نموذج على واش راهو صاري. نبدأ في استقبال مكالماتكم ومتابعينا ومشاهدينا في كل مكان في العالم. توفيق من فرنسا، مرحبا بك توفيق. أهلا، السلام عليكم خويا عبد السميع. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. ليك لك الفضل. شوف القصد توتلي فاصو من هذا الشيء كل اللي راه كنت هضر عليه، والقصد هذا كل اللي كنت هضر عليه هو الشيء اللي رانا نشوفه فيه في بليده دركا، فهمت؟ هو القصد هذا بالشيء اللي راه صاري في بليده يصرى في الجزائر كاملة، انه لانه فوالا هذا الشيخ هذا اللي مقابلني هذا شنقريحه وما يتبع ويتبون وكذا، خفقوا في السياسه نتاعهم وعلى بالهم باللي طاحوا وعلى بالهم باللي راهم في خطر وعلى بالهم باللي ما كانش واحد اليوم عنده ثقه في الاخر، يعني واحد ما يرقد هاني. دونك بقات لهم لا سول سوليسيون هو يعني يكون عنف في الجزائر، العنف في الجزائر، وهذاك هو الشيء اللي يساعدهم، وهذا هو الحذر اللي نطلب منه الشعب الجزائري. وبارك الله فيك خويا عبد السميع. بارك الله فيك أخونا توفيق من فرنسا. في انتظار إذن المكالمات نتاعكم، خلونا نقولوا باللي العنف هذا هو أسوأ شيء ممكن أن يحصل في المجتمع، سواء العنف اللفظي أو العنف المعنوي. عانى الجزائريون كثيرا من العنف اللفظي في الساحات العمومية وفي البيوت وفي الشوارع، بحيث أصبح الواحد ما يقدرش يخرج مع باباه ولا يتجول مع الزوجة نتاعه وأولاده، وإلا يتجول مع أخوه في الشوارع، بحيث
فيه كلام مشين، كلام مسيء للتربية، كلام مسيء للمستمع وللحاضر أيضا. ما نعلموش منين يقدر يكون هذا، يعني المسألة الآن لما نتناقش فيها مع المتصلين نتاعنا، هل المسألة تتعلق بتربية، بتتعلق بردعة، تتعلق بقوانين؟ خلينا نأخذ الاتصال نتاع ماسينيسا من مرساي. ماسينيسا مرحبا بك. السلام عليكم خويا عبد السميع. وعليكم السلام ورحمة الله. ماسينيسا تفضل. خويا عبد السميع، أولا السلام إلى جميع الأحرار، خويا عبد السلام تاع فرنسا، وعمي صلاح وأم أمين، والقائمة طويلة جدا. أكتمالي أخ عبد السميع. نعم نسمعك جيدا، المشاهدين نتاعنا يسمعوك، تفضل ماسينيسا. واللي طاقم المغاربية ربي يحفظك. أو بارك الله فيك. أولا نتوجه إلى الأحرار اللي قاموا بهذه القناة من 2011، وكان صاد الشارع اللي كوناه والحمد لله. ولكن يا أخي عبد السميع، في آخر حال اليوم هذا صاد الشارع ولات قناة نتاع الدبل كانو اللي ما يخليناش ندخل احنا في فرنسا، ويقاطعنا ويحكي علي الحليب والسكر، وكليتونا صاد الشارع. ايا وخليت واحد الربعة كاع الناس غضبت عليكم. وين راه ابو سهيب؟ وين راه جمال؟ وين راه طيب محمد تاع الالمان؟ وين طيب راه كمال تاع الطليان؟ طيب ماسينيسا، رجاء ماسينيسا، انت على بالك بموضوعنا اليوم؟ هذيك القناة ثاني اسمها ذاك الحصان تاعنا، يسيرش موها، فرغ قلبك، فرغ جيبك، يفرغوا دراهمهم او يضحك عليهم هو فيما يبقى راك شايفين نافق ولي كونتراديكسيون. ماسينيسا يبدو لي انت ما سمعتنيش. شوف انا كيفاش نسمعك، وسمعتك مليح ولكن انت سالتك ما سمعتنيش، قلت لك على بالك بموضوعنا اليوم. الموضوع نتاعنا يا اخي والله العلي العظيم، الشيء اللي راه نايض في الشارع في الجزائري هذا الشباب، هو كيما هو اللي راه يدير عليه التحريض هذا الدول كانوا، يوري لنا هذوك اللي قطعوا في البحر، يوري لنا الناس يتقتل، واش تبارك لنا، وردوا لنا الشارع نتاع بوليتيك نتحكى وندوا وردوا، وكاين محللين يحكي لي انا على الحليب ودارت وذيك المرأة وحرقت. طيب وحرق. طيب هاي جاتك يا ماسينيسا، هاي جات فرصة باش نحلوا النقاش هذا، باش نناقشوا العنف، ولكن انت استغليت الوقت هذا في الحديث على برنامج في المغاربية عنده صفاته وعنده خصوصياته وعنده طريقته لتناول هذا البرنامج، وكنت انت تقدر في هذا المرحلة هذه في البرنامج هذا في الاتصال هذا نناقشوا هذا الفكرة عادي جدا جدا جدا، وتمشي الأمور، وما كان حتى حاجة متناقضة بين حصتين في نفس القناة. شكرا لك ماسينيسا من مرسيليا. بشير من الجلفة مرحبا بك. بشير من الجلفة. ألو. مرحبا بشير تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي موضوع تاع الأمن في الجزائر، انا اظن لحسب الوقائع وشاي سيره، هي سياسه منتهجه منذ مده، هدفها الهاء الشعب عن مشاغله اليوميه وجعله في رعب يوميا لكي ينصرف عن السياسه، وهي مخططات يعني مدروسه جدا منذ زمن. هدفها محاربة الثوابت الوطني وجعل الشعب ينسلخ على مقوماته وثقافته. هي القضية ليست عادية كما يظن البعض، أو أنها جرائم يعني محدودة، ليس، هي سياسة منتهجة. والدليل أنه ضابطة في الأمن صرحت، يعني قالت باللي السيد راه استعمل العنف المفضي الى الوفاة، والوقائع تقول حسب الاب تاع الضحية، يقول باللي راه بلغنا الاخ تاع الضحية، يقول باللي بلغنا مصالح الامن كم من مرة ولم تتدخل.
يعني الامن لم يتدخل في الوقت المناسب، صرف الامور تجري كما هي. ثم بفضل مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت قضيه وطنيه يعني، واصبح الامن يتحرك وكذا. طيب شكرا لك بشير من الجلفة. نروح لعبد الله من سوق هراس. عبد الله مرحبا بك. عبد الله من سوق هراس. عبد الله راك تسمعنا؟ خدنا عبد الله من سوق هراس. طاهر من العاصمة مرحبا بك طاهر. مش راك هنا لاباس؟ وعليكم السلام، تفضل خونا طاهر. والله حبيت نشارك عن شيء صاحبي. تفضل. هل جريمة هذول مصر؟ رامي صرف بارتو. تعني؟ نعم. تو أنا في مكان عاصي مسك العاصفة. قتلوه في أربعة في أربعة تاع العشية والناس تشوفوا ما كان حتى واحد يهضر. هذه بارت وهذا ما تنسى هذا اللي عيط لك من المنصب وفين يعيطوا الجمال؟ أوروبا هذوك كنارة يعيطوا على لطفي خونا باش يكسروا المغربية، على بالنا شكون هذوك العباد؟ احنا حبينا نشوفوا هاد الناس اللي يديروا الجرائم اللي يقتلوا في الناس برا وراه الامن وراه هذا هو الحل. في هذو اللي يقول لك انتم موتى لطفي نعرفوا حبيبنا وشر لطفي. والله يا طاهر والله يا طاهر عذرا عذرا طاهر خويا والله ماني نسمعك مليح، المكالمه راهي تتقطع وهكا حتى المشاهدين ما يسمعوكش مليح يعني. ما عبد القادر من شلف مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عبد القادر تفضل. وراكم شويه لاباس؟ الحمد لله ربي يحفظك تفضل. الهدف تاع هذه الدوله هذا العصابه الهدف تاعها تفريق الشعب. الهدف تاعها تفريق الشعب. هما لو كانوا يسيبوا في كل حي يديروا جريمه. سمعتني يا اخ؟ نعم نسمعك تفضل سي عبد القادر. الهدف تاعهم هما يكونوا يسيبوا في كل حي يديروا جريمه، هما الهدف تاعهم فرقت في الجزائر، هما ماذا بهم الشعب ما يتحكم، ماذا بهم الشعب يفرق. هما هذا هو الهدف تاعهم. سمعتني اخي؟ نسمعوا فيك تفضل. اذا هذه هذا هو الهدف تاعهم، الهدف تاعهم فرق تسد. الهدف تاعهم كما كان الاستعمار الفرنسي. هكذاك هم هذه خدمتهم هما. سمعتني اخي؟ نعم. هذه هي الهدف تاعهم، الهدف تاعهم في الجزائر انه ما يكونش لازم واحد ما يبغي واحد. واحد ما يتحاكم مع واحد. خاصة في سمعتني يا خويا؟ نعم نسمعوا فيك سي عبد القادر تفضل. هذا هو الهدف تاعهم، الهدف تاعهم هما الجريمة هذولا تعنيهم جريمة في بليدها ولا في عنابة ولا في شلف ولا في أي مكان لا تعنيهمش. ولا الحراقة كي راهم ماتوا في ستان ماتوا في ريتمات لكن الله يرحمهم. كشف. شكرا لك يا عبد القادر من شلف. مسلم من تيموشنت. مسلم مرحبا بك. الو. نعم. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. خويا نعزموا لاجر هذ الناس اللي توفاو مساكين في الحادثة تاع الكار هذه تاع الأخرى. الو. نعم رانا نسمعوا فيك، تفضل واصل مسلم. ودك نترحبوا على هذ الناس اللي توفاو تاع كل حدا في الكار هذا. ربي يرحمهم إن شاء الله، نعم. وهذه القضية هذه فرنسا ما خرجت من الجزائر ما مشيت خلتها فرنسا هي اللي راها دايره هذه المشاكل كاع تاع فرنسا، دارت لنا مسمار شحا وراحت وخلتنا. راك سمعت لي؟ نسمعوا فيك تفضل. فرنسا هي اللي دارت هذه المشاكل، هي باش طلقت الجزائر مشي ساهله، طلقتها وقالت ودارت لنا مسمار شحا. راك سمعت لي؟ نعم نسمعوا فيك. ما هي الدراهم اللي خونوهم كان دارهم شركات كان كاع الجزائريين راهم يخدموا ما تراش المشاكل وما تراش هذه الجرائم هذه. كل دار راه فيها 10 11 بلا خدمه كيف تنوض المشاكل؟ ما لقاوش يخدموا البنك. نعم شكرا لك مسلم من تيموشنت. نروحوا لرتيبه من الجزائر. رتيبه مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خويا أنا نجاوب هذاك تاع ماسينيشا اللي قال لك على لطفي كي ولي الصح ماشي مليح. رتيبة. ولا الصح. نعم.
رتيبة موضوعنا سامحيني على المقاطعة. على بالي الموضوع تاعكم تاع الله يبارك فيك. باش يبارك فيك يسلمك. هكي تعرفي يزيد يعيط واحد يزيد يقول نرد على هذيك رتيبة تاع الجزائر، ويعيط واحد يقول لك الرد على اللي رد على رتيبة تاع الجزائر. ما تناقشناش. معليش خويا العزيز انا غادي الحال انا يقول معليش معليش نعم عليك. ولكن تفضلي. هو يورينا الصح ماشي كذبة، رانا نشوفو بعينينا. نعم الله غالب. والسلام عليكم وربي يعاونكم. ربي يبارك فيك رتيبة. رتيبة ناخذ بعدها عمر من الجزائر. عمر مرحبا بك. السلام عليكم اخي عبد السميع. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية للأحرار في الداخل والخارج، وتحية خالصة لأهلي في أرض فلسطين. شوف أخي عبد السميع، تفضل. أرجو منكم ومن هذه القناة أن نتكلم مع مدير هذه القناة مباشرة لتنظيم برامج المغاربية، لأننا الآن أصبحنا يا أخي عبد السميع لا نستطيع أن نؤدي بأقائنا اتجاه شعبنا، لأن هذا الشعب الجزائري مستهدف، وشبابنا خاصة مستهدف. وهذا نرجو من مسؤول هذه القناة وهو نرجو منه أن يفتح لنا. للأسف عمر تتقطع المكالمة واستحالة سماعها. يخلينا نطلب ونقول لك عاود اتصل بنا. نروح لعلي من فرنسا. علي مرحبا بك. السلام عليكم أخويا عبد السميح. وعليكم السلام خونا علي، مرحبا بك تفضل. الزلف اللون خويا. الله يسلمك تفضل. حبيت نرجع برك يعني بوكو بلوس على لطفي دوبل كانو. لطفي دوبل كانو الحمد لله يعني برما ما شاء الله عليه أخويا، ما شاء الله عليه إنسان رزين لي ترونكيل في سون ترافاي، يخدم خدمته كيما الاخرين على كل حال. بصح نسمح باش تفهم على كل حال الحصة تاعو هي فراغ قلبك ويش نورمال، باسكو هو عنده الحصة لازم يهضر، لازم ينعت لي فيديو يفرا سيتون ايميسيون يعني فريمون لي كومبليت. لطفي سي تان موديل الوغ خلوه ترونكيل يرحم باباكم. اوليو يعني تنقدوا في لطفي ولا في المغاربيه، نقدوا في الدولة خير في السيستم هذاك يعني فريمون اللي دار العجب في الشعب. هذا ما كان واش نقول اخويا عبد السميح ربي يعاونكم. وفي موضوعنا اليوم سي علي. نعم. وموضوعنا اليوم موضوع يعني مهم، هذا مسألة العنف هذا ومسألة الحلول هذه اللي ما تتماشاش مع طبيعة المشكل هذا. العنف العنف راه في الشوارع كل. العنف اخويا عبد السميح راك تشوف اخويا كتعرف اي بلادنا ما جايه من عند الدوله سي فولو سي في اكسبري يعني فريمون، باسكو ما نجحوش كما قال واحد خونا قبيله في الحصه تاع حسين، قال بلي ما نجحوش يعني فريمون التفارق بين العرب والقبائل، ودرك يخليو يعني فريمون الشعب يتاكل بيناتهم. سي بور سا يعني فريمون كوميساريا اكوتي يرحم باباك في البليده إذن با انترفيونو يرحم باباك، خلاو الشاب يتقتل بيناتهم. يا خويا وسمك عبد السميع الشيء يعني فريمون ما يتقبلش اخويا، ما نوكل عليهم ربي هذا مكان. وهذاك اللي توفى يعني على كل حال في البليده ربي يرحمه يرحمهم كامل. بصح اللي كان يعني فريمون صرات في بلاد قبيل والله العظيم ما يفضل الهضره علينا. شفتي واش صرا مع بن اسماعيل؟ لا تيليفزيون لي تيليفون اكسيتيرا ما سكتوش كاع. اوروزمون ما شاء الله ما صراش في البلاد قبيل. طيب شكرا علي من فرنسا. روحوا لحمد من الجزائر. احمد مرحبا بك. اهلا اخي عبد السميع، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تفضل. بون شنو نقول لك خويا عبد السميع، العنف هذا عنده اسبابه. نعم. اسباب اجتماعيه سياسيه اقتصاديه، لكن المسؤول الاول عن حمايه المواطنين هي الدوله، لأن الدوله تملك ادوات لا يملكها المواطن. بالطبع. فترتيب الاولويات عند السياسي الجزائري هي الحفاظ على الهيمنه على المواطن،
لأنهم يعني يستعملون كل ما تملكه الدولة في التجسس على المعارضين في الخارج وعلى النخبة الجزائرية الحقيقية التي لا تريد إلا الخير للجزائر. لذلك احنا وددنا وهم يستمعون إلينا لو استعملوا كل هذه الأدوات والترسانة الأمنية والتكنولوجية وكذا وكذا في الحفاظ على الأمن القومي للمواطن. هذا الذي خرج من أجله الجزائريون في 19 فبراير وقالوا مدنية ومشي عسكري. هذا هو أخي عبد السميع، وقل الجزائريين لابد أن نعود إلى أخلاق المجتمع الجزائري الأول، وأن يعني نكون نعيش في ود وأخوة وانسجام اجتماعي، حتى ربما إذا ما سمعت الناس الدولة نكون إحنا متخاويين ونكون بعاد على العنف والجريمة، لأنه حقيقة العيب على الجزائر أن يقتل أخاه، وعيب على الجزائر يبقى يتفرج في القتيل والقاتل. يعني والله شكرا أحمد من الجزائر. لحسن من الجزائر، مرحبا بك. لحسن من الجزائر، يبدو لي فقدنا لحسن من الجزائر، ولكن معنا رشيد. رشيد من الجزائر، مرحبا بك. ألو، مساء الخير أخويا سمعان. مساء الخير خونا رشيد، تفضل يرحم باباك. السلام عليكم. على كل حال شوف، على هذه حاجة ماهيش جديدة، يعني الانسيكوريتي كما قولوا في البلاد هذه. نعم، غير الناس اللي حبوا يديروا روحهم ما شافوش. يعني رشيد حبيت تقول المغرب كل واحد هرب 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 زارو باش نطلعك. حبيت تقول باللي هي كانت اصلا وزادت. لا لا، زادت فوبا سو بلوكي لي زيو كيما قلت. زادت، يعطيك الصحه، تفضل. زادت. شوف حبيبي، انا راني نقول لك، راني مسن على كل، يعني نحكي لك راني غير كيما صرات هنا فيا في الكارتي، ما نذكروش هنا. الله يبارك. والله غير على 11، كانت 11 ونص تاع الليل، اهبط اون اورجونس على كل حال باش نقبل طاكسي تما فارغ، غير زوج سلكت لها بشعره، غير بورتو حومتي، زوج جاولي على كل حال مشردين هذيك، والكوميساريا طروسو مات مغلوقين البيبان. طروسو مات، نشوف فيهم البيبان مغلوقين. شكون اللي تم انزيه ومزيه ربي كانوا ديجون يعرفوني تما كيزون انترفيري، هذه باش نشهد عليها. الو. نعم لحسن، راهنا نسمعوا فيك. لحسن، حبينا نوضحوا حاجه برك ونتكلموا فيها معاك. ما نشنا مخصصين المشكل لوش صرا في البليده بالضبط. ربي يرحمه ان شاء الله ويوسع عليه ويدخله في الجنه ويصبر اهله ويصبر اهل كل اللي تقتلوا في هذا الاسبوع، يعني ما همش قلال، ولكن هذيك راه من الناس يتكلموا عليها كنموذج برك، اونتر بارونتيز اكزامبل. الباقي اللي راهو يصرا في الجزائر كل يوم هذا الشيء. هذا كل يوم سيرتو دون دي كارتي بوبولار، راهم كل يوم. احنا راهي كيما قلت لي بوند اورغانيزي هادو، يا كل نهار كل عشيه هذوك لو كونترول تاع الاخر، السيوفه والموطوات تاع الزوج تاع الصباح والاخر، واحد ما ينترفينيو الحس يعني بورتودين. هاد الناس اللي حبوا يعني يديروا روحهم ما شافوش، مانيش عارفين وين راهم عايشين. شكرا جزيلا ليك لحسن من الجزائر. نبقاو مع في الجزائر مع عياشي. عياشي مرحبا بك. الو. نعم عياشي، مرحبا بك. واخويا نزيد مساء الخير. مساء النور، تفضل. ونزيد فضلك يعيشك خويا، نحكي لك عن عنف الجزائر. نعم راك معايا. رانا معاك نسمعوا فيك، تفضل. الشعب في بعضنا، الدوله تركت، احنا نورمالمون ما نتركوش، احنا نعاونوا بعضنا الشعب. احنا نشوفوا في الناس يتقاتلوا ونهربوا، يشوفوا في الناس يسبقوا في الطريق ونهربوا، يشوفوا يضربوا في الناس في الاكسيدون ونهربوا. الدوله ما حبش تحمينا، نحميو روحنا برفوسنا، جار يحمي جار، خو يحمي خو. رانا درك واش نقول لك، رانا ناكلوا في بعضنا، نحطوا الدوله اكوتيني ونحميو بعضنا. هذا هو، هذه هي ريزيتاني نستحبوا نصروا ليها. لكن الشعب الجزائري ما حماش بعضه، رانا رايحين للواد بكل، نتقتلوا بكل، هذا يقتل هذا. ولكن الحماية عياشي. عياشي خلي نناقشوا الموضوع من وجهة النظر القانونية.
المسؤول على سامحني، المسؤول على حماية المواطن هو الدولة. المواطن ليس لديه القدرة، سواء أنت ولا جارك ولا، لا لديك القدرة ولا لديك الأحقية باش تدافع على جار واحد آخر ولا تنضم إلى مجموعة واللي أنت ثاني متهم بعصابات الشوارع. يعني المسألة ما هيش متعلقة بالمواطن بقدر ما هي متعلقة بسياسة أمنية. لا لا صحيح. نقصي شوية تفضل. عياشي وي وي تفضل تفضل. شوف هي 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 دولة، حماية دولة، هي الدولة نورمالمون حماية العباد، حماية الشعب، هذه الأولى. حنا الدولة درك شوية نقصت 50% فرقة الشعب، حنا زدنا كلينا بعضنا، أو هذا هو المشكل الكبير. أنا ماني معاك، ماني معاك سيدي بن سيدي. ربي يبارك فيك عياشي من الجزائر. السيد أحمد، السيد أحمد من أستراليا، مرحبا بك سيد أحمد. السلام عليكم. احتراماتنا وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. يا أخي شوف، هذا العرف تاع الشوارع كما يقولوا سيفولي، هو من عند الدولة باش الشعب يبقى لا لا ما كاش أخلاق والفوضى والفوضى، و كي يجوعوك ويعطشوك باش ما تخمم لا في الحراك لا في توحد الشعب، يخلقوا بيناتنا، يخلقوا الفترة. ما الفترة ما خلقوهاش بين القبائل والعرب، يخلقوها بهذه العصابات تاع الشوارع. يا خويا عبد السامع، انا هنا في الاسترالي كي نخرج قدام داري ونشوف لابوليس جايين انا نفرح، خاطر جايين يعسوا عليا. في الدائر كي تشوف البوليسي جاي يديك للحبس. هذا هو الفرق. انا بكرا يدوز الجيماتات تو، راني نمشي في الطوموبيل هناك حتى مشكل. الجزائر يقاطعوا لك يقولك النظام راضي باللي صاري. لازم الشعب يتحد، الشعب يتحد ويطرد العصابه. هذا هو المشكل. مشكلنا مش بيناتنا، احنا نتسقموا. انا كنت في الحراك، لما كان في الحراك كنت في الجزائر، رحت للجزائر الحراك، كنا اخوه. هذا يعطيك القاعه تاع الماء، هذا يشيل لك الماء، هذا يشد واحد كاش يطيح، واحد يطيح ماشي مليح يقول اسكت. بصح الدولة دارت الفوضى ودارت كلش في الشعب، والشعب نعم. يتحد. شكرا سيد احمد من استراليا. نعود الى الجزائر مع لكحل. مرحبا بك لكحل من تيس مسيلت. مساء الخير الاخ الكريم، مساء الخير للفرجي المغاربي الكرام. مرحبا بك تفضل. شوف الاخ الكريم، دوكول قال لهم ابري 40 طون اون فيغا لالجيري. قال لهم جي ليسي دي بونسي كي ام لا فرانس دي زالجيريان كي ام لا فرانس ديك لي بونسي. خلي الجزائريين يبغوا فرنسا فرم الجزائريين. معناتها بما تقول المخالفه ولا فرنسا مازالوا هما اللي راهم يسيروا، هما اللي راهم يمشوا، هما اللي داروا الثوره المضاده، وهما اللي معناتها داروا ازمه كبيره بالنسبه للشعب الجزائري. خلاوه يعيش في دوامه. دوك انت تلهب جارك، جارك يقتل جارك، وخالك يقتل عمك وهي رايحه، والناس تقعد في المحاكم، والخاسر خاسر والرابح خاسر. اذا هنا مشكله. المشكله ماشي في النصوص، النصوص كاينين تاع القانون، ولكن تطبيق القانون باش يشوفوا روح القانون. انت تشوف مثلا الشرطه جايه يشوفوا واحد يضرب في واحد، يقول الله يسهل، حتى يموت واحد يدوه للمؤسسه والاخر يدوه للمقبره. اذا واش من منطق؟ زيد الجمعيات، الاحزاب، التنظيمات مش تدير دورها. عباره عن تساكين، تجي حمله انتخابيه تاع رئيس ولا برلمان ولا، يخرجوا عندهم هذاك الشهر يبداو يهفوا هكا هذيك الديماغوجيه، هذيك ياسر الخشب، هذيك الهف. وبعد الشعب اللي راه في دوامه. المخدرات يا اخي الكريم في الجزائر، وانا مسؤول على كلامي كمحامي، نقول لك راهي دايره رايحه. معظم القضايا 90% تاع القضايا هما تاع المخدرات. والله كاين سؤال بصفتك محامي، سؤال نحب نطرحه فقط ويحب يظهر للمشاهدين نتاعنا يشوفوه ويسمعوه. سي احمد، سي لكحل، لك نعم. الشرطه احيانا يتكلم واحد يقول لك باللي انا باش نروح نقول لهم وما خرجوش وكانت مغلقه ومنا وكذا. واحد اخر يجاوب، هو هذا هو السؤال بالضبط سي لكحل، يقول لك باللي الشرطه ثانيه عندهم
مشكلة قانونية في هذه المسألة، أنهم ماهوش مسموح لهم التدخل نهائيا، وأن هذا الفرد من أفراد وأعوان الأمن ما يقدرش يتدخل، ويكون يتدخل يلقى روحه في مواجهة قوانين تجردوا من سلاحه وتعقبوا للتحقيق ويدخل للسجن أيضا هو. لا اسمح لي، انت الترطي شنو المهام تاعو؟ انه يحافظ على الامن والسكينه. الترطي يشوف خطر محدق بسقف معين ويدخل بقوه القانون، هذيك ما يدخلش. شوف واحد راه في السير يضرب واحد راح يقتلو، يقعد يتفرج، مستحيل. ورانا نشوفوهم يا بعض الاحيان يدخلوا حقيقه، وفي بعض الاحيان في الترطه ما عندهمش قانون مهني وما عندهم يحتاج حق لغايه مهنه وتعبوا ممكن من يحتاج بزاف، انا كنت كمان نروح باش نديهم ونسمح لهم ونصعب ونسيدي ونضيع وقتي، ماذا بيا نروح مكان والو نحط حبوس ناخذ وكذا ونروح لداري. هذه هي القوانين كاين ولكن تطبيق القانون ما كانش. طيب شكرا، شكرا جزيلا لك حل من تسمسيلة محمد من الجزائر، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. محمد تفضل. تفضل، مرحبا بك، ربي يحفظك. لك مليح. الحمد لله، ربي يحفظك. الحمد لله. يا عبد السامح نقول لك المشكل من جا. نعم. انا نقول لك المشكل هذا من جا، هذا المشكل جا ما تدخلش روحك تخطي راسي. واش دخلك انت يا اخي خطيك؟ هذا المشكل بخليك كلنا ندخلوا روحنا، والله ما يصادوا صالح. والله ما يصادوا. الشعب ربي يغفر له، شغل استقل عاد ما يدخلش روحه كاع. لو كان ما تكونش في فاميلته ولا في اخته ولا ما يسكت. يسكتوا هذا الحاله اللي تصل هذا الشاليه سير والله العظيم والشعب يتوحد، والله واحد يجي يكتب، والله واحد يجي يشرق، لازم يتوحدوا سبحان الله بحمده. احنا مسلمين، ليش كنتوا خير امه خرجت للناس بالمعروف وتنهون عن المنكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمد من الجزائر. يوسف من عين طايا، مرحبا بك. الله يسلمك. مرحبا بك يوسف، تفضل. الله يسلمك. والله العنف هذا، والله واش نقول لك خويا، والله العنف هذا الناس يتأسفوا منه. احنا كجزائري ولا نتقتلوا بعضنا البعض ولا تقرا. يعني واش نقولوا؟ نقولوا ربي يهدينا ان شاء الله. واللي ماتوا ربي يرحمهم. واش ينقص بزاف؟ احنا نشوفوا نقص بزاف ومرض بزاف. ما كاين قاعة مسرح، ما كاين ملاعب يلعبوا فيهم الناس، ما كاين كشافة، ما كاين ديسال دو سبور، ما كاين حتى حاجة، ما كاين والو. الشيء هذا الشباب ضاعت. يقول لك مثل إلى الدولة اللي ما داش حسابها شبابها حتى جزء ما يدير الحساب، ما كاينش. حنا الشباب تاعنا ضاع. ضاع ما عندوش وين يروح. ما كاينش زمان كنا نتفرجوا المسرح نخرجوا اللي كانوا المهرجانات كانوا، دوك ما كاينش. تنوض تخير وين تروح؟ تنوض الصباح ما كاينش وين تروح. حنا واش نقولوا؟ نقول الله يجعل الخير. امين يا رب. ان شاء الله الشباب هذا ان شاء الله ربي يهديه ان شاء الله. امين يا رب. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سيد احمد من فرنسا، مرحبا بك سيد احمد. سيد احمد هل تسمعوني؟ معوش يسمعني سيد احمد. سيد احمد من فرنسا. على كل حال انا ثاني ما رانيش نسمعك سيد احمد. بلقاسم من فرنسا، مرحبا بك. نرجع بعد سيد احمد. شكرا بلقاسم، تفضل. ازلت لوني الكل. الله يسلمك. مساليك. بون سير السوجي اللي راكم دايرينو اليوم، سير يعني على الشيء اللي صرا في البلاد، العنف والجرائم هذو. نعم. سكو موا مون سويت باش يرجعوا سبو الاخر الماده هذيك تاع الاعدام صافي دير سي با دي كيستيون ابوزي سور لا سين دو كريم، يعني ما كاش يعني الشك في الاخر في الكريم، اللي لازم يرجعوا الاعدام باش يحبسوا هذو، سينو سبو الاخر شاكي دو جو تروا جور يو نوتر كريم. صافي دير لازم الاعدام، ما كانش الحبس، ما كانش الانترنت في الحبس، ما كان والو، الاعدام ديريكت، قتل يموت. فوالا هذا ما نقول لكم، نقول لكم الله يعاونكم. شكرا لك بالقاسم من فرنسا. بالقاسم من فرنسا تدخل تاعو يقول نفعلوا الحكم بالاعدام في القانون الجزائري ونفعلوا التطبيق تاعو، لانه شكون معنا؟
معانا سيد احمد من فرنسا. سيد احمد من فرنسا ماهوش يسمعني. نروحوا سمير من تيزي وزو. سمير مرحبا بك. سمير السلام عليكم. سمير سي تيزي وزو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مواش راكم؟ لاباس الحمد لله. وانت لاباس؟ الحمد لله. مرحبا بك تفضل. نشكر القناة المغربية بكاع الناس منهم أخ لطفي. هذا العفيس هذا خونا غيب القانون. هذه وحدة. ثانيا الدنيا كاع مغلوقة. الشباب هذا مسكين ويخلص تبعته للسبيطار في التلفزيون كلش تشوف نورمال، بصح كي تروح للشركة ما كاش خدمة. تروح سبيطار يباتوك سبيطار واحد اخر. تروح للمسيد واستدي حقرك. تروح واحد الضغوط تاع الحياة اللي راهم هنا في الجزائر ربي يعلم بهم والله ربي يعلم بهم. هذه ديجا نتيجة تاع هذه الصوالح. وزيد غياب الرقابة تاع المخدرات وكم يجيبون واحد الكاشيات لما نعرف اسمهم قاعد هيك كل واحد منين ما يجيو ما على بالناش. الرقابة ما كاش تدي ومن بعد تدي كيصراو المشاكل ومن بعد كيصراو المشاكل القتيلة ودابا يولوا كاع يتجاراو ومن بعد كيولوا يتجاراو. طفرت المشكل اللي طفرت فيه سوا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا. خلاص طفرت ما كاش اللي يخزر فيه. راهي كيما يقولوا دوك حنا الشعب الجزائر يا شاري دالك والخطرة واش راح تقيسو. نكملوا بهذه العقلية ولا غير تقيسونا كاع. شكرا لك بارك الله فيك سمير من تيزي وزو. الحاجة من الدويرة مرحبا بك. بك هلا. جو بو باغلي؟ أكيد تفضلي الحاجة. لا فكرني اون ديريكت مع لا تيلي سما مانيش نسمع. راهي فيها تأخر شوية. كنت تبعي باش تسمعي من التلفزيون يوقع واحد الصمت هكا ما نسمعوكش احنا. تفضلي. زيد فضلك. انا هدروا على العنف اللي جان دركا العنف. نشوفوا لا باز منين. نعم لازم نعرفوا الحقيقة دع لي جان هذه لا باز كرام العنف وراي كاينة كلش منين كلش منين راهو يصير. بكري الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك لازم كما يقول لك عندك الجار تعلم بالجار تستعنزك ولو يخافوا لا يدخلوا روحهم يشوفوا العنف قدامهم ويخافوا لا يدخلوا عليه. من يخافوا باسكو كي تجي الدولة لو بروميي سوسبي سي كليرا وقاعد معاهم هما اللي يواسوه مسكين يجي يدافع على ذاك الانسان ولا يواسي يحصل. فهمت خويا؟ نعم نسمع فيك الحاجة واصلي. نواصل دركا يسمى احنا اللي جانا تاوعنا فنوفروا لهم الخدمه وفروا لهم هذو راهم موفرين لهم الحبوب الكاشيات الزطلة لي تخيك راهم موفرين لهم اكثر من الخدمه خويا. اسمح لي. نعم رام يبنوا لحباس كثر من اللي يبنوا يعني دي زوزين اللي جان علاه مساكن ضيعوهم. وكانوا تحلت المسألة كي تبنوا لحباس. ما تحلتش جوستومون ما تحلتش. لازم الانسان يكون انت تعس وانا نعس والاخر يعس وقاعدين. لا ولادنا ضاعوا ولادنا ضاعوا لو يدوبوطي ويروحوا منين هذه كاع. شكرا ليك الحاجة من دويرة. نبقوا في العاصمة نروحوا للعيد من العاصمة. العيد مرحبا بك. الو نعم العيد تفضل. بجاية. العيد من بجاية. بجاية يا مرحبا بك وبناس بجاية. هاي سخونة شوية راك تعيط لنا. سخونة شوية تعيط لنا من البحر العيد. راك من بحر. هو بعيد شوية على البحر يعني في خراطة. هاي تفضل يا سي العيد. باغينا على الحصة ياكم دايرينها. رانا نتكلموا على العنف يا العيد. العنف الشيء اللي راهو يصرى في الجزائر حاليا وين جرائم حوادث القتل حوادث المرور يعني احصائيات رهيبه وخطيره كل اسبوع بالنسبه لشو يصرى. ايه هذه سي عبد السميع على بالك جات من 5 جويليه كي تلقوا الحبوسه 15 ميل 15 واحد تلقوهم
نعم كان زميلي طلق ايه واصل اتكلم ديفلوبي العيد قلت لك اللي كان زميلي طلقوه من الحبوسه السمانه في 5 جويليه اللي فات عارف باللي سمعت نعم قلت لي كان زميلي هذول طلقوه هما اللي ولاو خدمتهم من بكري لقاو قدامهم لا دروك لقاو قدامهم كل الكاشيات كلش ولاو السيستم تاعهم تاع بكري نعم نسمع فيك سي العيد. طيب العيد بارك الله فيك شكرا على الاتصال الى اللقاء. رضا من الحراش مرحبا بك رضا. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام ورحمه الله رضا من العاصمه تفضل. خويا واش راح نقول لك انا الدوله لو كان جات تخدم مكان ما يصيرش هذا الشيء كاع. واشنا الخدمه هذه؟ الدولة لو كانت جات تخدم خدمتها. إيه إيه سمعتك الخدمة ها. طبق الإعدام. إيه؟ إيه طبق الإعدام. يبدو لي. هذا الشيء لو يصير أخويا. الدولة لو كانت جات الله في شاب تحمل شو هالناس لا أبدا. معليش العيد نطبقوا يقول لك واحد يسمع فيك يسقسيك يقول لك معليش يطبقوا الإعدام بعد ما تسرى ولكن وش هي الخدمة اللي تخلي الشيء ما يسراش؟ وما نلجوش للإعدام. طيب تقطعت المكالمة من رضا علي آخر مكالمة علي من الجزائر علي مرحبا بك. سميع. نعم علي مرحبا بك. يسلمك أخ عبد السامع العنف راهو راجع لأخطاء السلطة يعني الله شوف الجزائر شابة بزاف لكن للاسف الخلل فينا نحن كشعب احنا عارفين اغلبيه المسؤولين كانوا في السلطه وما زالوا متعمدين في اخطائهم اذا نحن كشعب لم نسرع وضع حد لافات المخدرات والاوساخ وفي كل انحاء الجزائر من خلال حمله واسعه لان ما بقاش نستنى اخطاء السلطات اللي سلطت علينا نسمع رئيس يقول اذا اخطات صوبوني هذا خطا مستشارين كي تسمع وزراء ومسؤولين يقولوا قرارات من الرئيس هذا خطأ يعني كلش نيجاتيف الشباب سي نورمال فاش خدمة بصح لا احنا كشعب باش نصحح أخطائهم لازم بوحدتنا قوية نحقق نظرة بوزيتيف في أمور بسيطة لكن عندها معنى كبيرة ألا وهي دارنا وإحنا نبنيها والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله رضا شكرا لكم مشاهدينا في كل مكان على متابعتنا شكرا للذين اتصلوا بنا أما الذين لم يتصلوا بنا فننتظركم في مواعيدنا اللاحقة للاتصال نرحب بكم دائما وإلى اللقاء